أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للإحرام بالأطفال الصغار دون العاشرة، هل نلزمهم معنا بالإحرام أم نتركهم؟ مخيرون، إن كان يسهل عليكم ذلك فالأفضل أن تجعلوهم يحرمون، تأمروهم بالإحرام وتجنبوهم محظورات الإحرام وتأدون لهم النسك معكم، هذا أفضل. لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، رفعت إليه طفلا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. إذا كنتم تريدون الأجر فإنكم تحرمون بهم، بمعنى أنكم إن كانوا ذكورا تجردونهم من المخيطات، تلبسونهم إزارا ورداء، تجنبونهم المحظورات، ثم تؤدون بهم المناسك مثلك سواء بسواء، إما أن يمشوا معكم إذا كانوا يستطيعون المشي، أو تحملونهم في الطواف والسعي، تقصرون رؤوسهم ويحصل لكم الأجر، وهي لهم نافلة ولكم أجر في ذلك. أما إذا كان هذا يشق عليكم فليس هذا بلازم. نعم.